الو غادي نبداو بالاكزرسيس الاول ديال السيري 1. وقبل ما غادي نبداو غادي نشوفو شنو هما لي غروبمون لي كيستابيليزيو لي زيلكتروفيل وشنو هما لي غروبمون لي كيستابيليزيو النيكليوفيل. لي زيلكتروفيل عرفناهم بانهم دي زونتي تي لي بوفر اون الكترون. الو لي في انديكتيف ولا اي موليكول اي غروبمون عنده اي في انديكتيف دونور غادي يستابيليزيه ولا ميزومير دونور غادي يستابيليزي حتى هويا. بالنسبه للنيكليوفيل عرفنا بانها اونتيتي لي ريشون الكترون، يعني اي غروبمون عنده واحد لي في انديكتيف اتراكتور ولا اي في ميزومير اتراكتور غادي يستابيليزي. غندوزو من بعد شنو هو يعني شنو هما لي زونتيتي لي انستابل. كنلقاو لي كاربوكاتيون لي كاربانيون ولي راديكالير. الراديكالير و لي كاربوكاتيون كيستابيليزيوهم لي في سوا انديكتيف دونور او لا ميزومير دونور. الوغ كو الكربانيون كيستابيليزي لي في انديكتيف اتراكتور ولا لي في ميزومير اتراكتور. غادي نمشيو للكيسيون 1 ديال ولا ليكزرسيس 1 ديال السيري الاولى. اش كيقول لك؟ قال لك كلاسي اون جيستيفيون بار اوردر دو ستابيليتي كروسان لي زونتيتي شيميك او سان دو شاك سيري سيتسو. غادي نبداو بالسيري الاولى. عندنا سي اش 3 و سي 2 بلس. عندي الجروبمون الثاني هو سي اش بلس سي اش 3 سي اش 3. الجروبمون الثالث هو سي بلس وفيه 3 ديال لي ميثيل. والجروبمون الرابع هو سي اش 2 بلس وفيه حدا سي وفيها 3 ديال لي فليور. غادي نكلاسيو دابا حنايا هاد لي غروبمون. غادي نشوفو الاول شنو فيه. فيه سي اش 3. سي اش 3 عندها واحد لي في دونور بار ايفي انديكتيف، يعني كتستابيليزي هاد لونتيتي ولا هاد الكربوني الكربوكاتيون. غنشوفو الجروبمون الثاني. هنايا عندنا غير سي اش 3 الوغ كو هنا عندنا جوج. يعني شنو كبرات هذاك كبر عندنا هذاك لي في دونور ولا لي في دونور ديال سي اش 3 ولا عندنا جوج، يعني جوج ديال بلس اي. هنا عندنا ثلاثة، يعني من هنا حتى لهنا كيكبر عندنا هذاك لي في دونور. ولكن الا جينا شفنا هنا عندنا هاد سي اش 2 بلس شنو اللي حداها؟ حداها سي وفيها ثلاثة ديال لي فليور. لي فليور عندهم دي زيفي انديكتيف اتراكتور وميزومير، الا كانوا يعني الا كانوا كونجيغي تيكون عندهم اتراكتور حتى همايا. الوغ دونور باردون، في الميزومير تيكون عندهم دونور وفي الانديكتيف تيكون عندهم اتراكتور. غادي نجيو نشوفو. يعني قلنا لي كاربوكاتيون كيستابيليزيوهم لي زيفي سوا دونور بار ايفي انديكتيف ولا ميزومير. غادي نشوفو هنايا عندي ثلاثة ديال بلس اي، هنا عندي جوج وهنا عندي واحد، الوغ كو هنا عندي ثلاثة ديال لي موان اي. يعني هادي هي اللي غتكون موان ستابل وهادي هي اللي غتكون بلي ستابل. غادي نجي نكلاسيو. ثلاثة الكوبمون ثلاثة هو البلي ستابل، كيتبعو الجروبمون 2 حيت فيه جوج، كيتبعو الجروبمون 1 حيت فيه واحد الجروبمون دونور بار ايفي انديكتيف واحد، وعباش الاخر هو هاد الجروبمون 4 اللي فيه ثلاثه ديال لي زيفي انديكتيف اتراكتور. غادي نمشيو دابا للجروبمون ولا الكيستيون الثاني. الكيستيون الثاني هنا كان عندنا لي كاربوكاتيون، هنا غادي نهضروا على لي كاربانيون. لي كاربانيون قلنا هنايا بانهم كيستابيليزيوهم لي زيفي سوا انديكتيف اتراكتور ولا ميزومير اتراكتور. غادي نجيو نشوفو هنايا الاول شنو عندي فيه. عندي سي اش دو موان وحداها سي وشادين فيها ثلاثة ديال لي سي ال. لي سي ال عندهم افي انديكتيف اتراكتور. غادي نشوفو هادي شادة فيها لي سي اش دو موان سي اش 3 ومعاها يعني اولا سي اش 3 عندها واحد لي في دونور باغ افي انديكتيف. ثالث اللي هو سي اش موان وشاد فيه جوج ديال لي سي اش 3، يعني هنا كان عندنا واحد هنا ولاو عندنا جوج، هادو دي الجروبمون لي دونور. وغنشوفو الرابع. الرابع عندي سي اش 2 موان ومعاه واحد لاليهيد. لاليهيد مع هذا كونجيغي مع بعضياتهم، يعني عندي افي ميزومير. الوغ الا جينا نكلاسيوهم غادي نشوفو. قلنا هذا عنده افي ميزومير اتراكتور، هادو عندهم دي زيفي دونور دي زيفي انديكتيف دونور، هذا ايفي انديكتيف دونور وهذا ايفي انديكتيف اتراكتور. كان كلاسي في الاول لي في ميزومير كي ستابيليزي بزاف، يعني الاتراكتور ميزومير كي ستابيليزي بزاف الكربونيو، يعني هذا هو الاول. غادي نقلبوا على شكون اللي فيهم لي زيفي انديكت او بيان اتراكتور. غادي نشوفوا كاين عندي هذا وكاين عندي هذا، هذا عندهم دونور، يعني هذو غنخليهم هما الاخرين. كلا
بلاصه هذا هو الاول ميزومير قلنا كيتبعوا لانديكسيف هذا وها باش غادي نشوفوا هادو بين هادو وهادو قلنا بان لي كاربانيون كيديستابيليزيوهم لي في دونور انديكسيف ولا ميزومير الوغ هنا عندي جوج ديال لي في دونور هنا عندي واحد يعني شكون اللي غيكون موان ستابل غيكون هذا وهذا غيكون بلو ستابل على هذا الوغ لو 4 هو البلو ستابل غيتبعوا لو 1 غتعاود تبعوا لو 2 وفي الاخر هو لو 3 دابا من بعد ما سالينا من الكاربوكاتيون والكاربانيون غنمشيو للغاديكالير يون غاديكالير قلنا بانها كتستابيليزا بحالو بحال الكاربوكاتيون غادي نجيو نشوفو هنايا عندي سي اش 3 و سي 2 بوين عندي هنايا سي اش بوين وفي سي اش 3 من هنا وسي اش 3 من هنايا وعندي هنايا سي اش 2 دوبليزون سي اش سي اش بوين سي اش 3 الوغ كو هنا عندي افي دونور وعندي كونجيغيزون قلنا في ان وقت ما كتكون عندنا الكونجيغيزون كيكون عندنا هذاك لونتيتي ولا هذاك الموليكول ديالنا كتكون ستابل قد ما كانوا عندنا بزاف ديال لي فورم دو كونجيغيزون كيكون عندنا هذاك لونتيتي ستابل يعني الا جينا نشوفو بارابور لهادو هاد الاربعه باردون هذا ما شفناه عندي سي اش او بيان سي ال سي اش 2 سي اش 2 بوين جيت نقارن هاد الاربعه كلهم غادي نختار هذا اللي فيه الكونجيغيزون هو الاول عاد باش نشوف نكلاسي لي زوطخ يعني غنجي غنحط ثلاثه هو الاول هو البلو ستابل غادي نجي نشوف من بعد قلنا هذا عنده سي اش 3 وحده هذا عنده جوج وهذا عنده سي ال سي ال عنده موان اي يعني شكون اللي غيكون موان ستابل هذا هو الموان ستابل وغيتبعوا هذا اللي فيه جوج ديال لي اي وهذا فيه واحد ديال لي اي يعني غادي يكون ثلاثه هو الاول قلنا الكونجيغيزون غادي تبعوا دو حيت فيها جوج ديال لي غروبمون دونور غادي تبعوا لو 1 في غروبمون واحد وغادي تبعوا لو 4 حيت فيه سي ال وسي ال عنده ايفي انديكتيف اتراكتور الو ليكزرسيس الثاني اش كيقول قال لك ديفينير لي تيرم الكتروفيل اي نيكليوفيل اي ديزيني بارمي لي اسبيس سويفون سي كي بوسيد لان او لوتر دو سي كاركتير غادي نبداو شنو هو الالكتروفيل وشنو هو النيكليوفيل الالكتروفيل هو واحد لونتيتي لي بوغون الكترون النيكليوفيل هي واحد لونتيتي لي ريش اون الكترون الو غادي نقسمهم الكترو اي فيل الكترو كتعني الكترون وفيل كتعني ام و نيكليوفيل يعني كتعني نوايو لا ام او بيان نيكليوفيل ام لي نوايو بوغون الكترون اون جينيرال غادي نشوفو هادوك لي زيكزامبل لي عطاونا عندي ات او موان عندي ال سي 3 عندي الميثانول وعندي ان سي اش 3 3 فوا وعندي سي اش 3 سي او اي بلس غادي نجي نشوف قلنا نيكليوفيل هي اللي كتكون ريسون الكترون الكتروفيل هي اللي كتكون بوفر ان الكترون ولا كت يعني كتاتيري ولا كتاتيري لي زونتيتي لي ريسون الكترون غادي نجيو نشوفو هنايا عندي ات او موان هادي يعني دوز الكترون يعني غير شنو الكترون هاد لونتيتي هادي يعني غادي تكون نيكليوفيل ونيكليوفيل شارجي حيت راه كنلقاو الكتروفيل لي شارجي والكتروفيل لي نون شارجي وكاين نيكليوفيل شارجي ونيكليوفيل نيكليوفيل باردون نون شارجي غادي نشوفو الموليكول ولا بيان الكومبوزي تاعي عندي ال سي ال 3 ASL3 كنعرفوهم بان عندهم دي كاز هاد لي اسيد دو لويس عندهم دي كاز فيد هاد لا كاز فيد هادي غادي تقدر يعني تاتيري ولا تكابتي دي زيليكترون الا كانت كتقدر انها تكابتي دي زيليكترون يعني انها رابور اون الكترون يعني اش غنقولوا عليها الكتروفيل وهادي الكتروفيل نون شارجي غنشوفو الميثانول الميثانول هنا الاكسجين الاكسجين عنده جوج ديال لي دوبلي ليبر هاد لي دوبلي ليبر هادو غيقدروا يعني ياتاكيو لينا شي اونتيتي لي بوغ ان الكترون يعني انهم ريش اون الكترون الا كانوا ريش راهم نيكليوفيل نيكليو او نون شارجي نشوفو الموليكول اللي قبل الاخرى عندي اللي هي ان اش 3 او بيان ان سي اش 3 3 فوا عندها شنو هادو ما عندهم حتى شي حاجه هادو نوتر هادي عندها دوبلي ليبر ديالها دوبلي ليبر بحالها بحال هادو لي دوبلي ليبر كنعتبروهم بانهم لي زونتيتي لي نيكليوفيل الا كانت نيكليوفيل او بيان
اونتيتي ليبر قلنا هذه الدوبلي ليبر و اعتبرناها بانها نيكليوفيل، ما كاينش فيها لا بلس لا موان، يعني نيكليوفيل نون شارجي. شوفوا اخر وحده اللي هي سي اش 3 سي بلس اي او، هذه فاش كنشوفوا هنا عندنا بلس. وبي لا في الاول قلنا بان لي زيليكتروفيل سو سون دي زونتيتي لي بوفون الكترون، والبلس راه يعني راه ما فيه حتى شي الكترون هنايا، داكشي علاش غادي نتنميوه الكتروفيل و شارجي، حيت هذا غيقلب على لي زيليكترون غياتيريهم ولا غيجرهم لعندو. دابا نمشيو للكيسيون الثاني ديال ليكزيرسيس 2. شنو قال لينا؟ قال لك دوني لي برينسيپ فورم ليميت دي كومبوزي سي دسو. غادي نشوفو الكروبمون الاول اللي عندي، عندي بنزين شاد فيه الاليهيد، غنشوفو هذاك الكروبمون اللي شاد في البنزين. ديجا البنزين عرفناه كونجيكي، نشوفو واش هذا كونجيكي معاه. كنشوف عندي هنايا سيغما دوبليزون سيغما اي دوبليزون، سيغما كاينو كونجيكيزون. الحاجه الثانيه اللي غنشوف هي واش هذا الكروبمون هذا واش دونور ولا اتراكتور باغ ايفي ميزونور. كنشوف هنايا كنلقى بان واحد الكربون لي اس بي اس بي 2 باردون، وكنعرفوا بان لي كربون اس بي و اس بي 2 عندهم ايفي ميزونور اتراكتور. الو هنايا شنو غادي يدير هاد لو او موان هما يا بيان لي او، يعني او اس بي 2 كيكون عندهم ايفي ميزومير اتراكتور، يعني هاد دوبليزون غادي يجر هاد الاكسجين. اون فوا غادي يجرها غتولي عندي هنايا تكري عندي واحد لا شارجمون وهنا لا شارج بلس. من بعد هاد دوبليزون ديال البنزين اللي كاين حدا البلس اللي تكريات غادي يطلع، غتفورم عندي دوبليزون هنا وغتولي عندي البلس هنايا. يعني شنو؟ واحد جوج ثلاثة بوزيسيون 3 بارابور البلس اللي كانت عندي في الاول. غادي نجي نشوف وتوجور كتبقى عندي هذيك الموان اللي كانت عندي في الاول اللي تكريات هنايا. من بعد عندي موان دوبليزون اي بلس، غادي تمشي تاني هاد الدوبلي اللي حدا البلس هي اللي غادي تهز. غادي نحسب واحد جوج ثلاثة توجور البوزيسيون 3 بارابور لهداك البلس اللي كان عندي في الاول، هي اللي غتكون عندي فيه البلس. هادا غادي نحصلو على هاد الفورم الثالثة. من بعد هاد الدوبلي هادي اللي مازال ما تقاستش حتى هي غادي ترجع لهنايا باش تخرج بلاصة هاد البلوس هنا غتولي هنا، وغادي نحصل على هاد الفورم ليميت. من بعد هاديك الدوبلي الاولى اللي تفورمات عندي غادي تجي ترجع لهنايا والبلوس غتولي عندي هنا. من بعد غادي نحصل على هذا، غادي نشوف عندي الموان اللي تكريات عندي في الاول عندي البلوس هنايا، هاد الموان هادي غترجع لهنايا باش تولي عندي هذا بلوس مع الموان، يعني غتولي عندي دوبليزون ويولي عندي هنايا نوتر. وغادي نحصل على لانديهيد الاول بنزالديهيد ديالي الاول. مي شنو اللي تغير؟ تغيروا غير لي زومبلاسمون ديال هادوك لي دوبلي، كانت عندي في الاول وحده هنا والثانيه هنا والثالثه هنا، ولات عندي وحده هنا والثانيه هنا والثالثه هنا، وهادو ما يعني ما كيغيروا حتى شي حاجه، حيت ولات هنا ولا هنا ولا هنا او ولا هنا ولا هنا ولا هنا، راه بحال حيت هادو كونجيكي. الوغ في الاخر لا فورم ريال اللي عندنا ديال هاد الكومبوزي كله هو هذا، كان تنديرو دي بوانتي فحال هاد دوك البلايص كلهم اللي كانوا اللي ممكن تكون فيهم الدوبليزون، يعني الدوبليزون في هادوك الفورم ليميت اللي درنا لقيناها هنايا لقيناها هنا لقيناها هنا لقيناها هنا، يعني هاد البلايص كلهم تقدر تكون فيهم الدوبليزون بيان سور كيكونوا كونجيكي. او قال لك في الكيستيون بي ان دي كيليسيت بوفون اتر اتاكي بار ان الكتروفيل او بار ان نيكليوفيل. دابا حنايا فاش غادي فاش كنا كنديرو لي فورم ليميت هنا شنو فين البلايص اللي لقينا فيهم بلس وفين هما البلايص اللي لقينا فيهم موان؟ الموان كانت عندي هنايا في الاكسجين، ولي بلس كانت عندي الاولى هنا، كانت عندي الثانيه هنايا، كانت عندي الثالثه هنا والرابعه هنايا. يعني الا شفنا كانت عندي البلس في الكربون ديال الكربونيل، والبلس كانت عندي في الاخطو وفي البارا ديال البنزين، هما هادو. عندي الدلتا موان عندي في الاكسجين، يعني هنايا تقدر تكون عندنا واحد الاتاك الكتروفيل، وهنايا في الكربون ديال الكربونيل عندي بلس، في الكربون اورتو ديال البنزين والبارا كاين عندي بلس، يعني هاد لي بوزيسيون اللي فيهم بلس تقدر تاتاكيهم واحد يعني واحد الموليكول نيكليوفيل. الوغ نمشيو للموليكول الثانيه اللي هي نيترو بنزين، غادي نتيجيوها حتى هي بحال البنزالديهيد. غادي نشوفو عندنا هاد الكروبمون اينو 2 هو كروبمون اتراكتور سوا باغ ايفي ميزومير ولا باغ ايفي انديكتيف، يعني موان اي اي موان ام. إلا كان كونجيكي تيكون باغ إيفي ميزومير، مكانش
conjugaison qui connaît effet attracteur inductif. Il n'y a pas de local, la mise en mer. La mise en mer est conjuguée avec le benzène. Il y a double liaison, simple liaison et double liaison. Il y a une conjugaison. غادي نمشيو نشوفو الفورم ليميت ديالنا. حاجة ان هادوك لا شارج ديال هاديك الموليكول ديالنا كتكونسيرفا في كاع يعني لي فورم ليميت اللي غيتفورمو عندي. اول حاجة غادي ندير هي هاد الموان هادي قلنا هادو بانه كورمون اتراكتور هاد الاو ودوبليزون يعني غيجر لعندو هاد الدوبليزون هادي غتولي الموان فوق الاكسجين غادي نحصل على هذا. ولكن هادي هنا اللي بغينا نشوفو ماشي هي هنا هاد الموليكول اون جينيرال كلها كنلقاوها بانها نوتر حيت الموا مع البلوس نوتر. ولكن الا جيت لهنا كيولي عندي جوج ديال لي موا يعني هادي ما تدخلش لعندي. شكون اللي غتولي عندي الثانيه هي هادي يعني اون فوا هاد الدوبليزون غتجي لهنا هاد الدوبليزون الثانيه غتجي لهنا باش يبقى عندي الموليكول ديالي تبقى عندي نوتر. قلنا لي شارج ديال الموليكول كيتكونسيرفاو في كاع لي فورم ليميت. داكشي علاش هادي غتجي لهنا قلنا وهادي غتجي لهنا غنحصلوا على موا و دوبل ليزون هنايا و بلوس. من بعد هاد دوبل ليزون هادي اللي هنا اللي واحد جوج يعني بوزيسيون دو بارابور للبلوس غتجي لهنايا و غتولي عندي البلوس كيما قلنا في البوزيسيون 3 بارابور للبلوس اللي كانت الاولى. يعني كانت عندي هنا واحد جوج ثلاثة غتولي عندي هنا غادي نحصل على هذا. وانا كنتحول من هنا لهنا كنحسب وكنشوف واش عندي النوتراليتي ديالي حيت كان عندي هاد الكومبوزي الاول كان عندي نوتر كنشوف دو موان اي دو بلوس يعني نوتر. من بعد هاد الدوبليزون اللي بقات عندي ما تحركاتش حتى هي غتجي لهنايا وهاد البلوس غتحولنا لهنا غادي نحصل هنا هاد البلوس عندي في بوزيسيون 3 بارابور لهاد البلوس اللي كانت عندي في الاول. من بعد ما حصلت على هاد الفورم ليميت هادي كتولي عندي ديك الدوبلي اللي تفورمات عندي في الاول كترجع لبلاصتها وفي نفس الوقيته هادي راه ما غتكونش يعني عندي هادي كنحيدها وهادي كنحيدها وفي نفس الوقيته كترجع عندي هادي لهنا. يعني شنو غنحصل غنحصل على هادي وهادي هي تقريبا نفس هاد الاولى. شنو اللي تبدل تبدلوا غير لومبلاسمون ديال هاد لي تريب ليزون اللي كانوا بين لي تروا ليزون اللي كانوا عندي هنايا. كانوا عندي وحده هنا وحده هنا وحده هنا ولات وحده هنا وحده هنا وحده هنا. الوغ الفورم هي ديالي هي هادي عندي غروبمون انو 2 وعندي بنزين يعني كاع دوك البلايص اللي كنا ممكن تكون فيهم دوبليزون كنعوضوهم دي بوان. عندي هنا غادي نشوفو بالنسبه قال لك الكيستيون دو شنو هما لي بوزيسيون اللي تقدر تكون فيهم اتاك نيكليوفيل ولا الكتروفيل وغادي نجي نشوفو عندي من هنايا هاد النيترو هذا ما غاديش نقيسو. غادي نشوف بالنسبه للبنزين عندي الاولى هنا ها هي يعني شنو بوزيسيون اورتو بارابور لهاد الانو 2 الثانيه هنايا بوزيسيون بارا والثالثه هنايا بوزيسيون اورتو. يعني شنو عندي لي بوزيسيون اورتو كلهم ديال البنزين غتكون فيهم دلتا بلس يعني اتاك نيكليوفيل غتجي واحد النيكليوفيل غي اتاكي سوا هنا سوا هنا وهادي راه بحال هادي يعني عندي سوا هنا ولا هنا عندي جوج ديال لي بوزيسيون. غنمشيو نشوفو اخر اكزومبل غادي نجي نشوف بعدا واش كاين كونجيغيزون عندي ولا لا واش الجروب واش غادي يكون عندي يعني هذاك الافي ميزومير اتراكتور ولا دونور. غادي نجي نشوف عندي دوبل ليزون سامبل ليزون دوبل ليزون سامبل ليزون اي دوبل ليزون يعني هاد السكوليت هذا كله راه كونجيغي. غادي نجي نشوف هنايا وبيان غنشوف بعدا هاد الاو واش دونور ولا اتراكتور. عندي لي او اس بي 2 كتعرفوهم بانهم اتراكتور يعني دوبل ليزون لي مع الاو غتجي لعند الاو غتولي عندي الموان هنايا وغتكري عندي واحد البلوس. توجور كنشوف واش كاين عندي نوتراليتي ولا لا حيت هاد الموليكول الاولى عندي نوتر موان بلوس يعني نوتر. غادي نجي هاد الدوبل الاخرى لي حدا يعني واحد جوج اون بوزيسيون 2 بارابور البلوس غتجي لهنايا يعني غتولي عندي الدوبلي هنا والبلوس غتولي عندي في البوزيسيون 3 بارابور للبلوس اللي كانت عندي في الاول واحد جوج ثلاثة غتولي عندي هنا ها هي. و دوبليزون الاخرى حتى هي غتجي لهنا وغتولي عندي البلوس هنا هي هادي يعني الفورم غيال اللي عندي هي هادي. لي بوزيسيون اللي يقدروا يكونوا عندي فيهم الموان هما عندي هنا بوحدو لي بوزيسيون اللي تقدر تكون فيهم البلوس عندي 3 بوزيسيون لقينا وحده الثانيه والثالثه واحد دلتا بلس دلتا بلس اي دلتا بلس
يعني هاد لي بلوس كلهم هاد لي بوزيسيون اللي فيهم بلوس غادي تقدر تكون فيهم واحد لاتاكنيك ليوفيل يعني واحد لاتاكنيك ليوفيل اتاكيهم اتاكي سوا هاد البوزيسيون هنا ولا هنا او لا هنا او اتاك الكتروفيل غتكون غير في الاكسجين بوحدو يعني دابا سالينا هاد يعني الطريقه هذه الا بغينا نرجعوا يعني هاد الدوبلي ترجع لهنا غادي نرجع لهذا ولا رجعت الدوبلي لهنا ولات عندي البلوس هنا غادي نعاود نرجع لهادي يعني كنرجع غير لهذوك لي فورم ليميت اللي كانوا عندنا ديجا في الاول يعني صافي هنا وقفنا نجي نحسبوا واحد جوج ثلاثه عندي ثلاثه فيه قلنا الا رجعت هاد الدوبلي هادي تجي لهنا غتولي عندي دوبلي زون هنا والبلوس هنا هي هادي من بعد الا رجعت هادي من هنا تولي عندي البلوس هنا والدوبلي زون هنا هي هادي يعني ما كاينلاش انا غنرجع Alors d'abord, on va aller à l'exercice 3. L'exercice 3, je vais vous dire un composé organique A, CXHYO, subit l'enchaînement réactionnel suivant. Donc A en présence de ZN, HG et HCl, qui atteint à B. Ou B en présence de Cl2, H nu, qui atteint à C, ou à C unique. C en présence de LT, qui atteint à A, ou bien de LNA, qui atteint à D. On va analyser au bout de la réaction. A. En présence de Zn Hg ou HCl, شنو كيعطينا؟ كيعطينا B. يعني شنو هذاك Zn HCl هنا رياكتيف ديال كليمنسان. هذاك Zn HCl كيتدار على سواء سيتون ولا الديد يعني كومبوزي كربونيلي وكيرجعوا لنا الكان. يعني شنو لو A غادي يكون عندي سواء الديد أو سيتون. غادي نمشيو نشوفو تاني من بعد. B غادي يكون عندنا الكان. من B لC درنا المونوكلوراسيون و بويس خرج لنا برودوي واحد يعني هادوك لي تيب ديال اش اللي عندي في بي غادي يكونوا كلهم ايدنتيك بحال بحال من بعد سي درنا ليه ان ا يعني ديبليكاسيون وورتس يعني شنو كيعطينا سي كي تدوبلا كيولي عندي جوج ديال لي سيم لاصقين مع بعضياتهم غادي نجي نشوف دي درنا ليه المونوكلوراسيون ولا عندنا جوج تفورما عندنا جوج ديال لي برودوي يعني دي في جوج ديال لي تيب ديال لي زيدروجين غادي نجيو نحسبو هنا سي اكس اش واي او افيك دي كتساوي 142 غرام بار مول قلنا دي الكان سيميتريك يعني غادي تكون عنده سوا سي ان اش 2 ان بلس 2 او لا سي ان اش 2 ان غادي نجيو نحسبو عندي 12 ان بلس 2 ان بلس 2 فوا 1 كتساوي 142 الى حسبنا كنلقاو بان ان ايتيغال ا 10 يعني دي كتساوي عندي هي سي 10 اش 22 و الى جينا يعني نحطوها كيفاش غادي تكون يعني غتكون عندي قلنا راه دي كتكون ديبليكاسيون يعني كيوليو عندي جوج ديال سي السي غادي يكون هو هذا سي 5 اش 11 سي 5 اش 11 وشاده فيه سي ال من بعد غادي نوصلوا ليها الكاتانيه هي ان هذاك دي يكون سيكليك CN H2N هذه قلنا لينيير خرجت لينا N تيغال 10 ثانية غيكون سيكليك غادي نحسب غادي نلقى 12N بلس 2 تيغال 142 كنلقى بأن N تيغال 10.14 ألوغ إمبوسيبل خاص يكون عندي نومبر أونتي يعني شنو كنستنتج بأن D راها ألكان لينيير والفورميل بغيت ديالو هي C10 H22 غنمشيو نشوفو قلنا بأن C إينيك يعني شنو غيكون عنده هنايا الا هرسناه وعودنا هاد يعني غيخصو واحد ليزون هنا غنعوضوها بسائل حيت قلنا في الاول في المعطيات اللي عندنا في ليكزيرسيس بان سي كتفورما باغ مونو الوجيناسيون اي بي داكشي علاش سي غادي تزاد ليها واحد سائل غتولي عندي سي 5 اش 11 اش 11 سائل بي قلنا بانها الكان يعني هاد السائل هادي غتعوض باش وعندها ميم تيب دو اش يعني تولي عندي سي 5 اش 12 ا قلنا بان غتكون سوا سيتون سوا الديهيد اون جينيرال فورميل بغيتي ديالها غادي تكون يعني شنو بي من بي ل ا شنو درنا وبيا من ال بي حيدنا واحد الاكسجين وعوضناه بجوج ديال لي زاش يعني حنايا شنو غادي نديرو هنايا غادي نديرو لانفيرس عندنا من بي وبغينا نحولو ل ا يعني جوج ديال لي زيدروجين غنعوضوهم باش او باردون غادي نحيد جوج هنا غتولي عندي 10 وغادي نعوضها ب ا غادي نجي نحسب لانساتوراسيون ديال ا باش نعرف واش ا غيكون عندي سيكليك ولا لا
déjà هنا عرفنا بان الديهيد لاسيتون غادي تكون لاساتوراسيون واحد ديال سي دوبل ليزون او هادي ديجا عندي واحد الا انا لقيت دوغري دان ساتوراسيون 2 غادي نعرفوا بان سيكليك وديجا حنا راه فيريفينا بان راه ماشي سيكليك او بيان دي دي باردون دي بانها ماشي سيكليك و الا لقيتها ايتيغال 1 راه ماشي سيكليك غادي نحسب عندي 10 بلس 2 موان 10 سور 2 اللي تعطيني 1 يعني ا ماشي سيكليك وغادي نجيو نبداو دابا نحطو يعني البوسيبيليتي اللي غيكونوا عندي قلنا بانها ماشي سيكليك يعني بي غادي يكون الكان ولكن ماشي سيكليك وقلنا بي عندهم ميم تيب ديال لي زاش اللي فيه عندي ثلاثه ديال لي بوسيبيليتي بهذيك الفورم هذيك الفورم بروت ديال بي عندي سوا يكون عندي خمسه يعني شين بنتان او لي يكون عندي واحد جوج ثلاثه اربعه ويكون عندي ميتيل او لي يكون عندي هنا اس سي ويكون عندي اربعه ديال لي ميتيل شادين فيها هادو اللي جينا نشوفو عندي شحال تيب ديال لي زيدروجين عندي واحد سي اش 3 سد سي اش 2 سد في سي اش 2 يعني هادي وعندي سي اش 3 شاده في سي اش 2 سد في سي اش 2 يعني هادي بحال هادي عندي سي اش 2 شاده في سي اش 3 وسد عاود الثاني حتى هي سي اش 2 شاده في سي اش 3 وشادين بجوجاتهم في سي اش 2 يعني هادي وهادي بحال وعندي هاد السي اش 2 اللي شادين في سي اش 2 سي اش 2 بحال يعني عندي ثلاثه ديال لي تيب ديال لي زيدروجين الثانيه عندي اربعه ديال وبيان ثلاثه اربعه ديال لي تيب عندي هذا عندي هاد لي سي اش 3 بحال وعندي هاد لي اش 2 بحال وعندي هاد سي اش 3 بوحده يعني عندي اربعه ديال لي تيب ديال لي زيدروجين يعني ماشي هادي وماشي هادي بقات لي هادي عندي سي اش 3 شاده في سي وسي اش 3 هاد لي سي اش 3 كلهم شادين في سي يعني هادي هي الفورمول ديالنا بي اللي كنقلبوا عليها و الا لقينا بي راه من بعدا غادي نخرجوا لي زوطر غادي نجيو نشوفوا بي كذا من بي ل ا غادي نحيدوا جوج ديال لي زاش وغنعوضوهم باكسجين وغادي يكون عندنا سوا فورم سيتون ولا الديهيد هنا في هاد لوكا هادي ميمكنش يكون عندنا سيتون يعني غتكون عندنا الديهيد سوا حيت هادوك لي دوزاش من هنا وعوضتهم بأو أولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا بحال يعني غنحصل على هاد الموليكول هادي سي اش 3 سي اش 3 اس سي اش 3 اس سي او اش هادي هي من بعد عندي لو بي كندير ليها المونو الوجيناسيون كتعطينا سي ها سي هي هادي سي اش 3 سي اش 2 سي ال قلنا الرياكسيون ديال وورتس يعني من سي دير لها ان ا كتعطيك دي يعني ديبليكاسيون غتحيد عندي هاد سي ال وغيولو عندي واحد سي 2 وحده اخرى سي اش 2 سي سي اش 3 3 فوا غيوليو عندي مدوبلين هي هادي وحده من هنا وحده من هنا شادين في بعضياتهم الو من بعد عندنا دي كتعطينا او بلس اف قلنا بان دي فيها جوج ديال لي تيب ديال لي زيدروجين وفعلا داكشي اللي كنشوفو حيت عندنا دي هنايا موليكول سيميتريك يعني عندي شحال من تيب ديال لي زيدروجين عندي عندي سي اش 3 شاده في سي وشاده في سي اش 2 هاد سي شاده في سي اش 2 عندي عاود سي اش 3 شاده في سي و سي شاده في سي اش 2 يعني هاد ثلاثه ديال سي اش 3 عندهم بحال يعني هادي بحال بحال هادي بحال بحال هادي هاد تيب واحد وعندي سي اش 2 لي شاد في سي وشاد في سي اش 2 يعني هادي بحال بحال هادي يعني عندي جوج ديال لي تيب ديال لي زيدروجين عندي هذا وعندي هذا يعني المونو كلوراسيون فين غتكون عندي سوا في هنا او لا في هنايا الاولى هي هادي يعني شتات عندي سي ال واحد سي ال عوضناها بواحد الاش تفورم عندي هذا الثانية هي سي ال غتعود لي واحد الاش ديال سي اش دو اللي عندي هنا هو هذا وغادي نحصل على او بلس اف الوغ الكيسيون الثاني قال لي كودون لاكسيون دو مانيزون سور سي سويفي دو ليدروليز اكريغ لا رياكسيون كوريسبوندون اش غادي نشوف حنا ديجا كنعرفو بان الا كان عندي واحد ال ار اكس درت عليه الام جي اتر وزدت ليه الاش كنتحول الار اش غادي نشوفو يعني كيفاش كيتبدل عندك الموليكول ديالنا هادي غادي نعتبر انا بان هادي هي ار اش يعني هي سي ار اش بيان ار سي ال باردون غنزيد لها ام جي اتر غتولي ار ام جي اكس وقلنا هنايا لو ار كتولي عندي دلتا موان والام جي اكس كتولي عندي دلتا بلس الوغ الا زدنا عليه الاش دوزو الاش دوزو هي الاش بلس ولو اش موان يعني الاش بلس غتجي الار حيت عندها دلتا موان والاش موان غتمشي لام جي اكس
يعني شنو غيتفورم عندي RH plus MgXOH هنا لاش تحولت شنو فورميت فورميت لو بي هادي سي لو بي يعني رجعت للكان بي اللي عندي plus MgCLOH الكيسيون التالت قال لك كومون بوتون بريباري دي ا بارتير دو E et F D شنو هو D سي تان الكان و E F هما داك الكان و تدرت ليه المونو الوجيناسيون يعني تحولنا من هنايا كانت عندي H رجعت CL كانت عندي H رجعت CL بحال هاد الشكل اللي قلنا هنايا يعني كيكون عندك RX كدير ليه الام جي ادر والاش دوزو وكترجع لهذاك الكان اللي عندك نفس الشيء اللي غادي نديرو سواء اف ولا او نديرو ليها اون برومي طون لو ام جي ادر ومن بعد غنديرو لها الاش دوزو وغادي نحصلو على دي دابا غنمشيو ليكزرسيس 4 ليكزرسيس 4 اش كيقول لك عندنا دوز ايزومير اي بي سوبي لي سيري دو رياكسيون سويفون نك ا اون بريزونس ديال سي ال دو في اش نو كيعطينا سي aussi en présence de Mg éther qui atteint la D. Alors B en présence de H2 et palladium qui atteint la E. O E en présence de Cl2 et H2 qui atteint la F et G. On a D en présence de G qui atteint la avec le composé les à gauche ou D en présence de F qui atteint la composé les à droite. Allez, je vous chauffe maintenant et il y a une analyse où ليكزيرسيس ونشوفوا شنو غادي نقدروا يعني نستخرجوا منه باش نحلوا ليكزيرسيس ديالنا قلنا في الاول بان اف اي جي مونوكلوري غادي نشوف انا من الاخر يعني كنجي من الاخر وكنشوف حيت الاخر هو اللي نقدر نبدا به باش نخرج المعلومات الاخرين اللي غيخصوني باش نديتيرميني لي زوتر كومبوزي اللي عندي الفوق عندي اف قلنا اي جي مونو الوجين وعندي ا غادي يكون الكان علاش الكان حيت لي زالكان كنديروا لهم سي ال 2 كيعطيونا لي مونو الوجين داكشي علاش ا اون بريزونس ديال هذه سي ال 2 اي اش نو عطانا سي سي هو غادي يكون مونو الوجين او ا غادي يكون فيه تيب واحد ديال لي زاش حيت عطانا سي بوحدو الوغ كو دي دي غادي يكون يعني سي كان عندنا ار اكس وزدنا ليه ام جي ايتر يعني دي غادي يكون ار ام جي اكس ب ب غادي يكون الالسين علاش الالسين حيت درنا ليه اش دو بالاديوم وقلنا لي اش دو بالاديوم الا درناه مع لي زالسين كيعطيونا لي زالكان يعني او غادي يكون الكان و او مادام درنا ليه سي ال دو اش نو عطانا جوج ديال لي برودوي يعني فيها جوج ديال لي تيب ديال اش لي دوني ديال ليكزرسيس قالوا لنا بان اي بي سون دي زومير يعني عندهم ميم فورمول بروت غادي نمشيو حنا نبداو من التحت قلنا نا الوغ تي غادي تكون شنو دي قلنا هي ام جي اكس حيت الا شفنا هذاك البرودوي اللي ادغوات يعني دي اون بريزونس ديال جي كيعطينا هذاك البرودوي ادغوات و دي اون بريزونس ديال باردون دي اون بريزونس ديال اف كيعطينا البرودوي ادغوات و دي اون بريزونس ديال جي كيعطينا البرودوي اغوش كنشوفوا شنو هي الحاجه اللي ما كتغيرش بين هذوك الجوج هي هذيك السيكل ا 3 يعني شنو دي غادي تكون هي سيكل ا 3 وفيها ام جي سي ال الوغ الا كانت دي هي سيكل ا 3 ام جي سي ال هذوك لي غروبمون تاني اللي شدو لينا في هذيك سيكل ا 3 غادي يكونوا هما اف اي جي الوغ في الكومبوزي ولا البرودوي اللي تفورم عندي ا دوا يعني اللي زد عليه اف غادي يكون هو هذا يعني اف غيكون هو هذا دابا حنا عرفنا بان اف اي جي راهم دي كومبوزي ولا دي غروبمون لي مونو الوجين و جي غيكون هو هذا الوغ غادي نمشيو باش نحددو دابا او بي اي سي او ا غادي نشوفو قلنا بان او اون بريزونس ديال سي ال 2 اي اش نو كتعطينا جوج ديال لي برودوي يعني شنو او فيها جوج ديال لي تيب ديال لي زاش عندك هذا الاول عندك هذا الثاني يعني هادي راه بحال هادي يعني درت سي ال هنا و درتها هنايا راه بحال يعني كنشوف بان او هي هادي يعني سي اش 3 سي اش 2 اي سي اش 3 هو هذا الا جينا نشوفو راه فيه جوج ديال لي تيب ديال لي هيدروجين سي اش 3 مع سي اش 3 هو واحد وهادي سي اش 2 ومن او لبي شنو درنا
يعني ب درنا لها اش دو بالاديوم وتحولنا ل او يعني السين وتحولنا ل الكام حنايا باش نلقاو يعني كنديروا الغوتو انفيرس باش نلقاو بي غادي نديروا موان اش دو ل او كيتفورما عندي السين. دابا بقات لينا سي او ا، قلنا بان سي من سي ل دي شنو تزات عندنا؟ تزات عندنا ام جي، يعني انا غادي نشد الدي ونحيد لها ام جي، غادي نحصل على سي اش 3 او بيان سيكلا 3 و سي ال، هذه هي اس او بيان سي، و من سي ل ا او بيان من ال سي تزاد عندنا واحد الاش، يعني انا شنو غادي ندير؟ غنشد سي غادي نحيد سي ال وغنعوضو باش وغادي نلقى ا. وقلنا في الاول بان ا و بي راهم ديزوزومير. الى جينا نشوفو هنا عندي سيكلا 2 سيكلا 5 باردون، وهنايا فين هو بي عندي دوبليزون يعني CH2 CH et CH3، وعندي هنايا CH2 CH2 et CH2 باش كنجي كنحسب كنشوف الفورميل بغيت، عندي هي CH3 و بيان C3 H8 ونفس الفورميل بغيت اللي عندي في B هي اللي عندي في A، و لا ساتوراسيون ديالهم بحال بحال، عندي 1 وعندي 1، شفناهم بانهم سون دي زومير، هذا ألسين وهذه سيكل 3. الكيسيون الثالث قال لك ديتاي لو ميكانيزم جينيرال د لا مونوكلوراسيون، هادي ديجا درناها انا ما غاديش نديرو هنا حيت غتشد لينا الوقت بزاف، تما راه ديتاي مزيان. غادي نمشيو للكيسيون 3، قال لك كودون ليدروليز دو كومبوزي دي، بحال داكشي اللي كنا قلنا في هذا في ليكسيرسيس 3، كيكون عندك واحد ار ام جي اكس كتزيد عليه الاش دوزو كيولي عندك الار اش، يعني الا كنا خدامين في شي ميليو لي كانت عندنا هذا واحد الار ام جي اكس ديالنا بغينا نفورميو، يعني بغينا نفورميو واحد لاركان لي كبير، ولا بغينا نزيدو شي كومبوزي واحد اخر على هذاك الار ام جي اكس ديالنا، نتفاداو لما يكون عندنا، حيت الا كان عندنا لما كنرجعو لاركان ديبار ديالنا. نفس الشيء اللي عندي هنايا، يعني عندي هادي دي درت ليه اش دوزو، قلنا راه عندي اش بلس اي او اش ام ان، وهادي عندي فيها دلتا موان وهادي عندي فيها دلتا بلس، يعني الاش غتجي عندي دلتا موان والواش موان غتمشي عندي دلتا بلس، وغادي نحصل على الكان اللي هو ا بلس ام جي سي ال او اش. اون جينيرال ار ام جي اكس اون بريزونس ديال اش دوزو كنحصلو على الالكان. على دانيير كيسيون قالك دوني ميثود سانتيز دو ديميثيل بنتان ا بارتير دو بروبانال كوم سول برودوي اورغانيك، عندي هذا هو البروبانال بغيت نفورمي دوميتيل بنتان، يعني كومون نقدر نبريباري هاد دوميتيل بنتان ا بارتير ديال البروبانال، وغادي نستعمل غير البروبانال كوم برودوي اورغانيك، يعني نقدر نستعمل قد ما بغيت ديال لي برودوي مينيرال، ولكن البرودوي اورغانيك هذا بوحدو اللي عندي فيه الحق، يعني انا غادي نحاول نشوف هادي كيفاش، يعني شحال من عندي هنايا بلا غادي نحسب هذا شحال فيه 3 ديال لي سي، وهذا شحال فيه 1 2 3 4 5 6، يعني كنشوف بان عندي الدوبل ديال هاد لي كاربون اللي كاينين عندي هنا اللي عندي هنا، ولا هما اللي عندي في هاد الدوميتيل بروبان بنتال باردون، يعني شنو كنشوف بحال لا راه جوج من هاد لي موليكول هادي رياجا ولكن ما فيهمش هاد الاكسجين، يعني اول حاجه غادي ندير غنحيد هاد الاكسجين، باش نحيد الاكسجين كندير الرياكسيون ديال كليمنسن زيد ان اش جي بريزونس ديال اش سي ال كنحصلو على الالكان، يعني كنعوضو الاكسجين بجوج ديال لي اش 2. من بعد حصلت انا على هادي، ما يمكنش الا درت يعني المونوكلوراسيون لهادي كنشوف بعدا شحال ديال لي تيب ديال لي زاش لي عندي، عندي جوج واحد وجوج، يعني الا درت المونوكلوراسيون غيتفورم عندي هذا ومع هذا، كنشوف الا شديت هذا وهذا لصقتهم بجوج شنو غيعطيني؟ غيعطيني هذا، وعندي جوج ديال لي تيب سواء ندير ان ا ولا زيد ان، اولا ندير الرياكسيون ديال وقت غرينيغ الان او زيد ان، قلنا بانه كيعطينا ميلونج الوغ الان او زيد ان ما غاديش نستعملوه هكا حيت كيعطينا ميلونج، وانا ميلونج اورغانيك راه ديفيسيل باش يتسيبارا، الحاجه اللي كتبقى عندنا هي الرياكسيون ديال ام جي ايتر، الوغ شنو غادي نشد واحد من هاد لي دو برودوي اللي تفورماو عندي هنايا غادي نزيد ليه ام جي ايتر، هذا عندي سي اش 3 سي اش 2 هي سي اش 2 سي ال، ام جي ايتر غتعطيني سي اش 3 سي اش 2 سي اش 2 هي ام جي اكس، من بعد هذا غادي نزيد عليه هذاك البرودوي الثاني اللي ما استعملتش في غادي نزيد عليه هذا
الى زدت هذه مع هذه، هذه عندي فيها دلتا موان، هذه دلتا بلس، هذه دلتا موان، وهذه دلتا بلس. قلنا بان هاد الام جي ايتر كي انفيرسي البولاريتي ديال هذا، يعني في الاول كانت عندي دلتا بلس هنا وهنا دلتا موان، من بعد ما زدت ام جي ايتر ولات عندي دلتا موان هنا ودلتا بلس هنا. ان فوا هنا غنزيد هذا على هذا، هذه عندي فيها دلتا موان غتمشي غتاتاكي لو سيت اللي فيه دلتا بلس، يعني هذه غتشد في هذه، وهذه فيها دلتا موان غتشد في هذه، وغادي نفورمي الكومبوزي ديالي اللي هو دوميتيل بروبان بلس ام جي اكس 2. Alors, l'exercice 5, qui est un composé organique H, la masse molaire de 84 grammes par mol, réagit selon la réaction de Clemmensen pour donner un composé I. Il y a un composé H, la masse molaire de 84, qui est un HG, attaque I. Hedek I. Par action de la chlorure ou bien le chlore en présence de la lumière H nu dans un produit unique G. Et I en présence de celle de H nu qui atteint un G unique. Et là, toujours, madame Galic unique, il y a le même type de H. Selon la réaction de Wurtz, le composé G aboutit à un seul produit K, formule brute C10H18. Alors, la première question, c'est de déterminer les structures des composés H et tel cas. Je vais vous montrer ici. Nous avons ici un G unique. Dans le ZN, une réaction de Wurtz, duplication. Maintenant, nous avons ici les formules de C10H18. Nous avons ici le G, qui est le groupement de monoalogène. Nous avons ici le G, qui est le groupement de monoalogène. ليكزيرسيس اللي كان قبل هادي غادي نهمس غتولي عندي هي سي 5 اش 9 وشاده مع سي 5 اش 9. يعني الا بغيت نلقى جي غادي نهرس هادي غناخذ وحده منهم ونزيد لها سي ال. هي هادي جي غتكون عندنا الفورميل بغيت ديالها هي سي 5 او بيان فورميل بغيت ديالها سي 5 اش 9 سي ال. وباش نتحول من جي ل اي غادي نحيد واحد ديك السائل وغادي نعوضها باش داكشي اللي غادي ندير هنايا، يعني من جي للسائل لو بيان لي غنحيد السائل ونعوضها باش. كانت عندي سي 5 اش 9 سائل غتولي عندي سي 5 اش 10. الوغ هنايا خاصني نعرف واش هاد الاي واش الكان سيكليك ولا اسيكليك. غادي نشوف هنايا نحسب لانساتوراسيون ديالو، غادي نلقى بانها عندي سي 5 هي 10 زائد 2 ناقص 10 ألقى 12 ناقص 10 على 2 كتعطيني واحد. مادام عطاتني واحد يعني ألكان سيكليك. صافي حيدت هاديك الأولى غنمشي دابا لجي. جي قلنا بأنه مادام استعملنا زيدين أش جي غادي يكون سواء ألديهيد أو لا سيتون. أو باش نتحول من إي الأش باش نلقى الفورمي اللي بغيت ديالها ما عليا إلا نحيد جوج ديال لي زاش ونعوضهم بأو. هي سي 5 أش 8 أو كانت عندي سي 5 أش 10 حيد جوج ولات عندي أش 8 وزدنا أو باش نفيريفي واش نيت هادي هي الفورمي ديالي ولا هذا هو الكومبوزي ديالي. غادي نحسب نشوف واش لاماس مولير ديالي هي هادي. عندي 2 × 5 دي 5 ديال لي كربون بلس 8 ديال الهيدروجين بلس 16 ديال الأكسجين وكنلقى هانيت نفسها لاماس مولير لي عطاني. دابا بقى ليا نحدد شنا هي ستريكتور ديالي ديال اي. غادي نبقى نحط قلنا بان عندي سي 5 باردون سي 5 اش 10 غادي نحط كاع لي بوسيبيليتي اللي عندي. سوا تكون عندي سيكل ا 5 او لي يكون عندي سيكل ا 4 فيها ميتيل سيكل ا 3 ميتيل شاد هنا وميتيل شاد هنا ولا سيكل ا 3 وواحد سي فيها لي دو ميتيل. قلنا بان اي عندها ميم تيب ديال لي زيدروجين حيت عطاتنا جي اونيك هنايا. الو غادي نجي نشوف هذا في الاول. عندي سي اش 2 شادين في سي اش 2 شاده في سي اش 2 شاده في سي اش 2 شاده في سي اش 2 يعني هادو كلهم بحال بحال. غادي نشوف هذا، هذا عندي سي اش 3 شاده في سي اش وعندي هذا سي اش شاده في سي اش 2. يعني من هنا اصلا كيبان لي عندي بزاف ديال لي تيب ديال لي زيدروجين. اللي جيت نحسب عندي 1 2 3 4 4 ديال لي تيب. غنشوف هذا الاخر عندي سي اش 3 شاده في سي اش
دي سي اش 3 شاده في سي اش. هنا بعدا بانوا لي غير دابا بانوا لي جوج ديال لي تيب ديال الهيدروجين، زيد عليهم هاد سي اش 2 هادو، يعني عندي ثلاثه. غنشوف هاد الاخرى، عندي سي اش 3 سي اش 3 وعندي سي اش 2 سي اش 2، يعني عندي جوج ديال لي تيب ديال الهيدروجين. الوغ هادي لا هادي لا وهادي لا، كيبقى عندي هادي. الوغ اي هي هادي، اي باش نتحولوا من اي لاش كنحيد جوج ديال الهيدروجين وكنزيد اكسجين. قلنا بان بان هذا لو اش راه سواء الديهيد سواء سيتون. دابا غادي نعرفوا واش يعني نسيباري واش انها الديهيد ولا سيتون. حيدنا جوج حيتها من هنا ولا من هنا ولا من هنا، بحال بحال حيد جوج ديال الهيدروجين غنعوضهم بقو، كنشوفوا بانه سيتون. الوغ من بعد غادي نحدد جي، يعني غنبقى انا غادي بهاد اي ونحدد كاع هادوك لي كومبوزي الاخرين اللي عندي. جي شنو لقينا؟ لقينا بان اي الا زدنا ليه اش نو او بيان سي ال اون بريزونس ديال اش نو كيعطينا جي، يعني غادي نبدل واحد الاش باغ سي ال وغادي نحصل على جي. هادي هي جي. من بعد جي الا درنا ليها زد ان، يعني كتكون عندي ديبليكاسيون، كتعطيني كا، يعني غادي تحيد عندي هاد سي ال وغتولي يعني جوج ديال هادي غادي تحيدو لي سي ال وغادي تلاصقو عندي هادوك لي سيكل لي بقاو فيهم هما هادي، كنحصل على هكا. الوغ الكيستيون التاني قاليك بروبوزي اون اوتر ميثود دو سانتيز دو كا ابارتيغ دو جي اون دوز ايتاب او ماكسيموم، يعني جوج ديال لي ايتاب منفوتوهمش. هنا في الاول درنا رياكسيون ديال وورتس ديبليكاسيون، قاليك نديرو واحد لي ميثود واحدة اخرى لي من غير هادي، يعني شنا هي الميثود التانية اللي كنعرفو سوا رياكسيون ديال وورتس اولا وورتس كلينر هي اللي غادي نستعملو هنايا. عندي هذا زدت ليه سي ال دو، هذا قلنا هو اي زدنا ليه سي ال دو صافي فورمينا جي، يعني من هنا غادي نبداو، من هنا غادي نحسبو النومبر ديال لي زيتال. الوغ جي الا درت ليه ام جي اتر غيتفورم عندي ام جي اكس، وغنعاود نزيد عليه جي. هاد دوزيام بروميير ايتاب وهاد دوزيام ايتاب وغنفورمي كا، يعني كان عندي ار اكس زدت ليه ام جي اتر بروميير ايتاب، هاد ام جي او بيان ار ام جي اكس اللي تفورم عندي غنزيد عليه داك ار اكس الاول ديالي وغنفورمي كا. قلنا كاينين جوج ديال لي ميثود سوا وورتس اولا وورتس كرينر.